رولا ايه حياتي؟ انا هون على البلكون. طب شو عم تعملي على البلكون؟ ولك تعا تعا بسرعة، عندي سربريز لإلك. لك سربريز؟ الله يسترني. وبك بونجور. ولك دخيل هالصباح. أهلين. ولك حياة قلبي. شو في؟ واشتقت لك. خير؟ اشتقت لي خير؟ شو في من بعد كل هاي الدهونة؟ شو في من بعد منا؟ من وحدنا امبارح نحن ونايمين. بشو وعدتك نحن ونايمين؟ وراح يوفي بوعده. ايه بس بشو بوعدتك؟ يا مروان شو بك نزيد من امبارح لليوم الصبح يعني؟ شوفي شو ما انت قلت لي بدك تسفرني لانه داخل كل الوقت قاعده بلبنان وما اجي لادي بعض. اه ان شاء الله بسفرك على الابديه سفره وحده، بتروحي وان واي تيكت، بتروحي ما بترجعي. بس بقى يا مروان مش انت قلت لي امبارح؟ إيه انت دغري بتاخدي على الكلمه لقطيني على الحرف. إيه انت يعني عملت ايدك عنا. طب اعطيني بوسه قبل. بوسه مين؟ اللي بتعرفيني بهر انا اللي بطرقك على جوزتي على البلكون قاعدين العم بقلبي. طب ماني مرتك. ما دغري بسخسخ، شو بدك هلا؟ شوف شوف شو حضرت. شو نيت عبان ايديك؟ شوفي اسمع اسمع ليك شو حلو، مش انت قلت لي اوكي على السفره؟ إيه؟ ليك على اسبانيا. الله اكبر. لحظه حبيبي لحظه، اسبانيا ضربي وحده؟ ايه 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 تيكت الطياره. ايه والاوتيل. ايه قولي. وبد اند بريكفاست يعني فيها ترويق او كل شيء وكل شيء. حيوقف قلبي. قولي لي هاي المصاري بالاخر قد ايه؟ 2800 دولار. قلبي 2800 دولار. الله لا يوفقك. على اساس انتم بيت الرقروق سنه ايه؟ سنه لا بتسافروا، البوت قدامكم على المرفق تحت حاطينه، موناكو، كان، ستراسبور، مارساي. ما هيك؟ اسمع يا مروان بلد اسبانيا ان شاء الله عمرها بتكون 2800 دولار بدها تدفعنا. ايه طب لحظة شو في ارخص؟ ايه في تركيا على اسطنبول. تركيا منيحة. ايه ليك بس شو حلوة هيدي، ايه؟ تيكت الطيارة، ايه؟ والاوتيل وترويقة وعشاء مع بعض. ركابي عم يسكوا. قولي قد ايه الرقم؟ قول عنا انا وياك. قد ايه الرقم؟ 1600 دولار. مصاريني عقدوا عقدوا مصاريني دخيلي. لك يا مروان مش عارفك شو عم بتسافري على غير بلد وبعدين ترويقة وعشاء. لك انا معي مصاري ادفع لك هالقد مصاري؟ عنا مليون شغلة نعملها ارخص. شوفي طلع عمري ما اروح. شوفي طلع عمري. شوفي ارخص. ايه طيب لحظة. ايه هلا صيفية. ايه شرم الشيخ. حلو. قريبة. منيح. ساعة ونص. طيارة. أربعة أيام كمان خمس ليالي. اللي طلع ضغطي. قولي قد ايه الرقم؟ ترويقة وغدا وعشا وكل شيء وعصرونية كمان. قد ايه؟ 800 دولار. شرمك مروان هاي حلوة. آخ دخيلكم. هيدي بدها تموتني بنت الرقروقة؟ خلي أبوك واللي بقبقوك هن يسفروكي العمى بقلبك عمى. يا مروان 800 دولار عمالك 800 دولار. 800 دولار يعني مليون. نايمين. يعني ما يعني مليون و200 ألف ليرة العمى بقلبك عمى. شو منك عايشة بهالبلاد؟ عايشة بهالبلاد. فوتي على الداخل لجوا لهون، شو بدك بالخارج؟ نعمل لنا برمي هون بلبنان. اوكي يا مروان. خلاص المهم انه نظهر من البيت. ايه طيب حاطين رحله على الارز. حلوه حلوه. بالبوسطه. بالبوسطه منيحه. ايه منيحه. بنغني فيها وبندق وبنرقص. ايه 80 دولار. كثير. 80 دولار يا عباس. كثير. بدهم يروقونا ويغدونا. 80 دولار انت قرشي دغلي على اللبناني بتخافي، 120 ألف يعني كثير. ارخص. اوكي بيت الدين. بيت الدين. ايه. نعم هذا ايه هو. قولي هون قريب. ايه قريب. ايه. كمان بوسطه. بوسطه في احلى منها البوسطه. 40 دولار على الشخص. لا 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 دخيلك. لا اسبانيا ولا تركيا ولا جوا ولا برا. خلاص شو يعني مروان ما بدك تسفرني؟ ما انت كل مره بتوعدني وما بتعمل شيء. المرة رح سفرك رح سفرك اللي ما تنقي اللي بطرقك على جوزتي. طب خلص بطرقك اياها على جوزتي. طب خلص اوكي وين؟ العمى بقلبك. طب شوفي نشفتيني دمي ما منعرق جبيني كله هذا. ايه خلص انسي كل هول، مش المهم نظهر من البيت؟ ايه كثير داخل عمود. هلا باخذك انت وديما وجاد على مدينه الملاهي اي حد البيت. هذه لا تاكسي ولا سيرفيس ولا شيء، تلعبي بالزحلايطه طلوع ونزول وبالسيارات قد ما بدك. مدينة المال تركت لي اسبانيا وتركيا وشرم الشيخ والارز والمدري شو، اخذني على مدينة الملاهي الفوتي فيها ب 10,000 ليرة. بس لحظة هيدي فيها فوتي ب 10,000 كمان؟ لك شو فكر بدنا نفوت ببلاش؟ الغي لي اياه هذا المشوار، خلينا قاعدين بالبيت، عمرك ما تظهري لا انت ولا الاولاد. من غلط يا مروان وحيد. انا روحي بقى 10,000 العمى بقلبك عمي. منين جايبتيهم؟ خي قلبي دخيلكم رح تموتني. هي